يروح مليون هنا واحد. من الذكر الحكيم يتلوها على مستمعنا الشيخ الإمام أبو بكر البدراني فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. السادة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، السادة النواب، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، إخوة أعضاء المجلس الشعبي البلدي، أعيان ومواطني والمجتمع المدني لبلدية سيدي بن عباس، الإخوة رجال الإعلام والصحافة، كل الحضور باسمي الخاص وباسم جميع إطارات بلدية سيدي بن عباس، أرحب بكم في هذا الحفل البهيج. نشكركم على تلبية الدعوة، وباسمي الخاص وباسم جميع إطارات بلدية سيدي بن عباس والمنتخبين نشكر السيد والي الولاية الذي أبى إلى أن يشرف شخصيا على تنصيب المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بن عباس، وكذلك نشكره لأنه زار 51 بلدية ونصب كل رؤساء المجالس الشعبية، وإن هذا إنما يدل على اهتمامه الخاص بهذه العملية التي تكتسي طابع الهام. وكذلك بهذه المناسبة نحيي كل إخوة الذين ساهموا معنا في العملية الانتخابية ونشكرهم، ونشكر مرة ثانية أشكر السيد والي الولاية، وبدون إطالة أحيل له الكلمة. مشكور. السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السيدات والسادة أعضاء المجلس الشعبي البلدي، السيدات والسادة إطارات الولاية، السادة ممثل وسائل الإعلام، السيدات الفضائيات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المنتخبون، أيتها السيدات الفضائيات، أيها السادة الأفاضل، يسعدني بهذه المناسبة أن أقدم التهاني باسمي الخاص وباسم كامل إطارات الولاية، وأهنيكم أيضا على الثقة التي وضعها فيكم سكان مدينة سيدي بن عباس بفوزكم في هذه الاستحقاقات، ومن خلالكم أقدم التهاني إلى جميع المترشحين الذين أبانوا على حس وطني رفيع المستوى بمشاركتهم هذا التنافس الشريف من أجل دفع قوي للتمثيل الأقوى ومنه لعجلة التنمية في مدينة أولياء الله الصالحين. ها نحن اليوم
ستفتح صفحة جديدة من تاريخنا السياسي وبناء المؤسسات للدولة وتطبيقا للمادة 64. يطيب لي في هذا اليوم التاريخي أن أحيي فيكم روح المسؤولية العالية والوطنية التي برهنتم عليها خلال سيرورة العملية الانتخابية. أيها المنتخبون، أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، قناعة منا بالخيارات الأساسية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على بناء دولة قوية بمؤسساتها وبديمقراطية وطنية تشاركية تجعل اقتصادنا الوطني ومختلف قطاعات التنمية البشرية دعامة للنهضة الوطنية. أدعوكم من هذا المنبر بكل انتماءاتكم السياسية إلى رأس الصفوف حول هدف واحد، ألا وهو التجند لإعطاء دفع قوي لعجلة التنمية لهذه البلدية، لهذه البلدية حتى تكون بلدية نموذجية في كل القطاعات. إن الروح الوطنية هي ركيزة أساسية لإعطاء دفع قوي لجميع المنتخبين من أجل وقوف وقفة الرجل الواحد للتكفل الجيد باهتمامات المواطنين وحل مشاكلهم ورفع الغبن عن كل الفئات المهمشة والمساهمة أيضا في مساعدة المجلس التنفيذي الولائي على رفع التحديات المتعلقة أساسا بتنمية كل إقليم هذه الولاية العامرة. وإن تكونوا عند حسن ظن المواطن الذي وضع ثقته فيكم وحملكم هذه الأمانة والمسؤولية الثقيلة. أيها المنتخبون، أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، نلبي اليوم نداء فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا في توجيهاته القيمة إلى التحلي بالوعي الجماعي، الوعي الوطني، من أجل دفع الإصلاحات وعصرنة اقتصادنا الوطني، وأيضا من أجل تعزيز السلم الاجتماعي وضمان استمرارية العدالة الاجتماعية وكذا التضامن الوطني والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للجزائر. لذا لا بد أن يسهر مجلسكم الشعبي الموقر على تحقيق هذه الأهداف التنموية وأن يسهر كذلك على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في التكفل باهتماماتهم وتحسين ظروف معيشتهم. إننا نراهن اليوم معكم جنبا لجنب يدا بيد في إنجاز الأهداف المرسومة والالتزام بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وهذا بكفاءة وإخلاص جميع المنتخبين للنهوض بهذه البلدية الهامة في ولايتنا. أود أن أعبر عن أملي كبير في أن يكون مجلسكم الموقر المتميز له نظرة استراتيجية متبصرة للرهانات الاقتصادية الوطنية وكذا الإثراء المفيد للبدائل الواقعية التي تراعى تطلعات المواطنين وأولويات الوطن ومصالحه العليا أولا وقبل كل شيء. أيتها المنتخبات والمنتخبون، أيها السادة الأفاضل، وفي ختام هذه الكلمة لا يفوتني تقديم الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتهي عهدتهم على كل المجهودات التي قدموها من أجل مواطني هذه البلدية ومساهمتهم الفعالة في تنمية الولاية، وكذا أتوجه بالشكر الجزيل إلى ممثلي وسائل الإعلام الذين رافقونا جميع محطات هذا العرس الوطني بمهنية واحترافية. وأعلن رسميا تنصيب رئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي، نسأل الله القدير التوفيق والسداد، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الوالي المحترم، السادة أعضاء اللجنة الأمنية الموقرين، السيد رئيس الدائرة، السادة ممثلي المجتمع المدني، السادة أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخب، بدوري أهنئكم بفوزكم بشرف تحمل مسؤولية تمثيل مواطني ومواطنات بلدية سيدي العباس الكرام. كما لا يفوتني تذكيركم بمضمون محضر الإعلان الرسمي لنتائج التصويت المحرر من قبل اللجنة الانتخابية الولائية المؤرخ 23/11/2017، حيث تحصلت القوائم المترشحة لانتخاب المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس على ما يأتي: حزب جبهة التحرير الوطني 24 مقعد،
التجمع الوطني الديمقراطي 10 مقاعد، حزب الكرامة 5 مقاعد، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 4 مقاعد، وعملنا بأحكام المواد 64، 65، 66، 67 من قانون 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية. يتشكل مجلسكم الشعبي البلدي ببلدية سيدي بلعباس الموقر من السادة والسيدات الآتية أسماؤهم: عدة وجلال توفيق، شبلي جمال، صمود فتح الدين، جزائري نور الدين، فراجي مصطفى، بلدغم شباب، خلفاوي عبد القادر، رقيق يسعد منور، بركان مصطفى، أجيل عياشي، بلعباس بشير، عمار طيب، بالكرافات أحمد طاهر، مليم مصطفى، بن غازي سكران، جويهري محفص، عمري محمد، ويجرة بشير بدرة، يوس منصورية، ودربالة مليكة، بن عيسى خيرة، العربي نصيرة، بودة أمال، قرواش مالكة، مايكة، بالكوريسات، عبد الكريم، سواس عبد القادر، طلحة زواوي، مغربي ميلود، بن عبد الله شعيب، نكروف عبتو جلول، رحماني كمال حبيب، بن شهرة حضرية أمال، باشي بن سعد نسري الهند، بوزيان خيرة، سيدي مرافق قادة، ماحي باهي عمار جمال الدين، مصابحي يوسف، بوشنتوف زواوي، علاني مليكة، كرمة محمد، الكرافي زواوي، بروان عباس، مداني عائشة. وبذلك تفضل السيد الوالي بإمضاء محضري تنصيب المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس، ومحضر تنصيب السيد رئيس ورئيسه عدة بوجلال توفيق من حزب جبهة التحرير الوطني بأعلى الأصوات 66 صوتا للعهدة المقبلة 2017-2020 بالتوفيق إن شاء الله. هذا البلان ما راهيش وقتها.
انا اليوم حسيت في الفرح وين راه تكبر انا نقولك فرحان بولا الحمد لله انا ما نقولكم انا الحاجه طرفي باش ما نطولش عليكم غير وقفوا معايا خاطر المدينه نتاعنا ودارنا Thank you.